جزء من الاسبوع ده الحقيقه يمكن الاهتمام فيه هنسلط فيه الضوء او هنوديه على المنتخب الاولمبي اللي بدا بالفعل اولى خطواته بقى في الاستعداد والتحضير لاولمبياد طوكيو. المنتخب النهارده دخل معسكر مغلق في السخنه استعدادا لمواجهتين، المواجهتين هيكونوا مع منتخب جنوب افريقيا، المباراه الاولى هتكون يوم 10 ان شاء الله في السويس، وبعدها بثلاث ايام هيكون في مباراه ثانيه برضو مع جنوب افريقيا لكن هتكون في القاهره، كله في اطار طبعا الاستعداد المهم جدا. المنتخب ده يعني انا يمكن شخصيا باني عليه مستقبل الكره المصريه، وكمان الحقيقه يمكن احلام وطموحات الجماهير كلها في مصر يعني نفسها وشايفه انه المنتخب ده في امكانه انه يعمل حاجه في اولمبياد طوكيو، يعني مش فكره بس التمثيل المشرف. وعلى فكره في مناسبات كتير جدا الكره المصريه على مستوى الناشئين وعلى مستوى المنتخبات الاولمبيه كان عندها قدره انها تحقق انجازات على مستوى العالم، سواء كنت بتكلم على بطولات قاريه، سواء كنت بتكلم على بطولات عالميه، كاس عالم، اولمبياد. فانا شايف ان المنتخب ده يقدر يعمل حاجه ويقدر يجيب ميداليه في اولمبياد طوكيو، وشايف كمان انه لعبته الحقيقه كلها عناصر مميزه. يعني انا لما اقول لحضراتكم القائمه دلوقتي حضراتكم هتلاقوا ان كل اللعيبه دي الحقيقه مش بس بتشارك اساسيه مع فرقها، لا كمان هي متالقه في الدوري، وخليني اقول كمان انه كل الاسماء دي لعبتها مفاتيح مهمه جدا لفرقها في بطولة اللي بتشارك فيها في بطوله الدوري. خليني اقول لحضراتكم الاسماء اللي ضمها كابتن شوقي غريب لقائمه المعسكر. طيب خلينا نروح لحراسه المرمى، بدايه محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، ومعاهم مصطفى شوبير. في الدفاع اسامه جلال، محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم، احمد رمضان بيكم، ومحمود الجزار، كريم العراقي، عمار حمدي، احمد ابو الفتوح، كريم فؤاد. وسط الملعب في اكرم توفيق، امام عاشور، احمد سعيد، ناصر ماهر، حسن علي، محمد صادق، رمضان صبحي، احمد عبد القادر، ابراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، وفوزي الحناوي. والهجوم مصطفى محمد واحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي وفادي فريق. اسماء محترمه جدا، شباب يفرح مش بس تبني عليه امل كبير في اولمبياد طوكيو، لكن تبني عليه امل كبير جدا جدا الحقيقه. ان شاء الله باذن الله نتمنى مكاسب كتيره جدا ممكن يحققها المنتخب ده في اولمبياد طوكيو، اهمها كمان انه ان شاء الله في حاله تحقيق ميداليه انا هشوف ان دي هتكون دفعه مهمه جدا، دفعه معنويه على اقل تقدير مهمه جدا للنجوم دي وهي بتشارك مع منتخب مصر الاول في مشوار التاهل لكاس العالم. كتير من العناصر اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي متالقه جدا في المسابقات المحليه، ومنهم طبعا اللي بيلعب مع فرقهم زي نجوم النادي الاهلي في بطولات قاريه، سواء خدوا خبره في كاس عالم انديه، سواء عندهم مشوار دوري الابطال، كل دي خبرات كبيره جدا. كمان ممكن الحقيقه ان هم يكونوا عينهم هم شخصيا كجيل مميز ان هم يروحوا كاس عالم، واعتقد ده هيكون نجاح كبير جدا ليهم. نروح